الإثارة والمتعة عنوان مسابقة الدوري الممتاز بعد خوض الأهلي لمؤجلاته وتعادله مع البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقات الدوري ليتساوى مع الزمالك في عدد النقاط حال فوزه بباقي المباريات المؤجلة. الأهلي نجا من فخ الإنتاج الحربي بعدما حاول تأخره بالفوز بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء المؤجل من الجولة 24. اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة على صدارة جدول الترتيب لتبقى اللقاءات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس للأهلي والزمالك. المنافسة على القمة لا تقل سخونة عنها في المربع الذهبي بين المصري والاتحاد بيراميدز وسموحة وأنبي. كذلك احتدم صراع الهروب من شبح الهبوط بعدما ابتعد البنك الأهلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة مع المقاولون العرب وغزل المحلة. وجاءت النتائج لتهدد الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان أصحاب المراكز الأخيرة. في النهاية المنافسة على القمة باتت حقا مشروعا للأهلي والزمالك، والتفريط في نقطة ربما تكلف صاحبها لقب الدوري. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، الفقرة الأكثر جدلا والفقرة الأكثر مشاهدة في البرامج الرياضية، عمرو علاء مع سيف. عمرو بيه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ومساء الخير للسادة المشاهدين، ومساء الخير للسادة المستمعين، ومساء الخير لكل الناس، جمهور الزمالك، جمهور الأهلي، جمهور الاتحاد، جمهور الإسماعيلي، جمهور المصري، جمهور كل الأندية العظيمة اللي موجودة في الدوري المصري واللي موجودة في القسم الثاني. أهلا بكل الناس ومرحبا بكل الناس، وأتمنى أن الفقرة تستمر بنفس القوة. إحنا في نادي الزمالك بنتكلم عن الروح الرياضية، بنتكلم عن الأخلاق الرياضية، ويمكن برهننا عن ده في أكتر من مرة، قلنا ده كتير جدا، عملنا ده، لكن بنقابل ده بكل أسف بنوع تاني خالص، بمرة بسخرية وشيء صعب جدا. أتمنى أن يكون في عدالة من الاستوديوهات التحليلية، أتمنى يكون في عدالة من حضرتك في يعني تخلي جمهور الزمالك يعني يحس أن لا فعلا في تساوي، في أمان، في احترام للجميع، في روح رياضية، اللي كلنا بنلعب كورة أساسا وبنلعب رياضة أساسا عشان الروح الرياضية. يعني التنافس الهدف منه روح رياضية، مش الهدف منه اللي حصل امبارح. دي جابت ذات الزعم كل دي؟ لا عادي يعني. ما عادي، شفت يعني انا سبتك كل ده ما فيهاش روح رياضيه؟ لا لا، هو مجرد أول انك تقول اول حاجه خليني بس ارحب بص علاء. استاذ علاء كل سنه وحضرتك طيب. كنت طيب يا كابتن سيف، ربنا يخليك يا كابتن سيف. انا مش عارف، مستغرب من دخله عمرو، ده احنا لسه بنقول يا هادي ولسه طالعين من عيد ولسه من اجازه. لا لا بيته لا، بس استغربت جدا ان هو جاي مشحون قوي كده، وده طبيعي. الفوز بتاع امبارح طبعا اكيد أثر على معنويات ناس كتيرة جدا، ده أثر عليكم انتوا الفوز. لا لا يعني مع احترامي الفوز بتاعكم انتوا انتوا اللي اتكلمت 10 دقايق حد قطع. لا اقول يا عمرو ثواني، يا عمرو ما أثرش علينا، أثر علينا يا سيف. دي واحدة استعلاء بعد إذنك، أنا بديل الحديث بعد إذن حضرتك كابتن سيف. بعد إذنك أنا بديل الحديث. أستاذ عمرو حضرتك اتكلمت، محدش قطعك. سيبوا حضرتك اتكلم وبعد كده حضرتك رد عليه. أنا كنت فاكر كابتن سيف يطلع فاصل وننهي الحلقة والله. اتفضل استعلاء اتفضل. فطبعا أكيد عمرو جاي مشحون، وطبعا أكيد الفوز بتاع امبارح ده طبعا 100% طبعا اثر على معنوياته بشكل كبير جدا. الناس كانت بتتمنى نفسها يا عمرو اسمح لي بعد اذنك هو لا 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 بيقول معنويات ناس كتير. اقول لك معنويات طبعا لحد الدقيقه 94 كان في ناس بتحتفل ان ممكن تاخد الدوري، لكن الحمد لله الاهلي رجع والاهلي برهن ان الدرع في الجزيره باذن الله. وناس كتير جدا اتعاملت مع جون بواليا ده ان ده هدف الدوري، ورجعوا بذكرياتهم لهدف جيرالدو في سموحة من موسم 2019، كانت فيه منافسة وقتها وجيرالدو قتل المنافسة بجون سموحة. فطبيعي جدا ان الناس تكون جاية مشحونة والناس جاية متضايقة وتهاجم وتنتقد، لكن انا شايف ان اللي كل اللي حصل امبارح ده انا مندهش جدا من تصريحات عمرو ان هو انا مش شايف اجواء مشحونة ابدا خالص، انا شايف الاجواء عادية جدا. المشحون النادي الاهلي طبعا بطبيعة الحال ده فريق بطل بيكسب كل البطولات، فطبيعي ان هو اي هزه تحصل له طبعا لازم يكون كده. النادي الاهلي بيتكلم على العداله، بيتكلم على المنطق، بيتكلم على الارقام، للاسف مش لاقي حد يجاوبها. النادي الاهلي السؤال دلوقتي اللي بيطرحه كل الناس في النادي الاهلي هو مين بيدير اتحاد الكوره؟ ده مين بيدير مسابقه الدوري العام؟
مين بيدير المسابقات في مصر؟ يعني ده السؤال. يعني لما نطلع بنشوف النادي الاهلي يشوف المسؤولين في الانديه الثانيه بتاخد قرارات وبتفرضها على اتحاد الكوره، ده شيء ضد الواقع وضد المنطق. الطبيعي ان اتحاد الكوره هو اللي يدير مسابقاته مش الانديه بتدير اتحاد الكوره. فطبيعي جدا النادي الاهلي يغضب. يعني نادي وافق وكان الاتفاق كان في اتفاق والنادي الاهلي نادي واخد بطوله دوري ابطال افريقيا بيتعاقب على مدار الوقت وطول الوقت بيتعاقب ان هو خد 2 دوري ابطال افريقيا، بيلعب في اجواء مباريات مضغوطه بشكل كبير جدا، ورغم ذلك النادي ملتزم، بيغيروا جدول ملتزم، المنافس يريحوه ملتزم، العب مباريات. طب المشكله في ايه؟ العب مباريات انه في الاخر كل ده في الاخر بيشوف يعني النادي الاهلي بيلعب 3 مباريات بدون لعبته وعشان بيعلي المصلحه الوطنيه. ثواني يا كابتن سيف، ويجي في الاخر لما هو بيلتزم بكل الجداول المعلنه يجي يلاقي المنافس اللي بيلعب عدد مباريات اقل منه، يعني المنافس ما لعبش من يوم 28/6 وبيتكلم على الضغط. الاهلي ما لعبش 50 يوم يا فندم. تمام 50 يوم. استاذ عمرو بعد اذن حضرتك هترد والله زي ما انت عايز. ونيجي نشوف المرحله الجايه، الاهلي في المرحله الجايه مطالب انه يلعب 9 مباريات في 26 يوم، والزمالك مطلوب منه يلعب 8 مباريات في الدوري، اسف 7 مباريات في الدوري ومباراه في الكاس، يعني يلعب 8 مباريات والاهلي يلعب 9 مباريات، وفي الاخر خالص نادي الزمالك عايز يتاجل له مباريات. باي منطق؟ طب مين اللي بيدير؟ ازاي النادي الاهلي فجاه يلاقي تكافؤ فرص خلاص؟ يعني الناس بتلعب بيه كوره زي ما بيقولوا، يعني ايه فجاه ماتش الزمالك والمحلي في اسكندريه واتحاد الكوره وافق له بنفس المنطق ده، ليه اتحاد الكوره ما وافقش على مباراه الاهلي والنصر في دوري كاس مصر تتلعب في استاد القاهره؟ ليه وترافيكو موافقين؟ ليه اتحاد الكوره فجاه يقول لك اتحاد الكوره يرحب ويوافق على نقل مباراه الزمالك والمحله لاستاد اسكندريه؟ وفي نفس الوقت لما النصر والاهلي بيلعبوا في كاس مصر والاثنين ناديين من القاهره ويطلبوا ان يلعبوا مباراه في القاهره، اتحاد الكوره يرفض ويصر ان ينقل الفرقتين لاستاد اسكندريه؟ ايه المنطق ده؟ مين اللي بيدير اتحاد الكوره يا كابتن سيف؟ مين بيدير الدوري؟ مين بيدير المسابقات المصريه؟ هو ده السؤال. حق الرد. اول حاجه يا استاذ عمرو، اول حاجه لا ارد انا الاول بعد اذنك. لا بعد اذنك هخليك ترد، انا بس ارد على حضرتك وارد على الاستاذ علاء. الحقيقه المره دي انا مع الاستاذ عمرو في ايه؟ في ان كل واحد لازم يبص في ورقته، ده رقم واحد. هنحلل بقى الموضوع ونحلل الكلام. استاذ عمرو حضرتك قلت دلوقتي على ان انا طلعنا في الاستوديو اتكلمنا على باتشيكو وكابتن سيد امبارح. ما صبرتش انت يا كابتن سيف على طول في الاستوديو، ما استنتش حتى انت مش عايز رد، عايز تتكلم بس. ما انت لازم تسمع رد. اتفضل يا فندم. باتشيكو احنا قلنا على الاستوديو في الاستوديو صح؟ صحيح. كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح اللقاء كان فين؟ بعد المباراه. فين؟ في قناه النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي صح؟ اقسم بالله العلي العظيم احنا كنا على الهواء، وتاني حلفان اقسم بالله العلي العظيم انا ما عرفت تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ غير بعد الحلقه، ولو عرفت الكابتن سيد. طب مستنيين نشوفك هتعمل ايه. خلص بس لا دي واحده بس، احنا في انتظار. ما انا معاك اهو، لازم تاخد الرد بقى على الهوا سخن. انت مش عايز الرد؟ ما انا هديك الرد سخن. اقسم بالله العلي العظيم ان انا ما اعرف تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ غير بعد الحلقه، ده رقم 2. رقم 3، انا مختلف مع الكابتن سيد ردا عليك، لان انا صاحب نظريه كل واحد يبص في ورقته. تمام. بغض النظر عن اي شيء، زي ما قلنا لباتشيكو بعد ماتش ما تتكلمش عن النادي الاهلي، حضرتك بص في ورقتك برضه في نفس التوقيت. طب انت حضرتك تتكلم برقه كده يا فندم. اخلص دي واحده، بلاش تتكلم برقه، اتكلم بعنف. لا زي ما اتكلمت دي واحده بس، دي واحده بس عايزين عنف. اسمع بس اسمع. طب. نفس القصه برضه، انا مختلف امبارح مع كابتن سيد، وكابتن سيد انا طول كلامي معاه وكان عندي النهارده معاه الصبح مداخله في الراديو، وقلت له يا كابتن سيد احسن حاجه ان كل واحد يبص في ورقته. اذا النهارده زي ما قلنا لده بص في ورقتك، انا متفق تماما ان ده لازم يبص في ورقته. اجابه بس حضرتك على سؤال، ان ده اللي احنا متعودين، احنا بنعامل الاهلي زي الزمالك بالظبط. وهرجع هقول لك تاني، اسال اداره الاهلي واسال اداره الزمالك، سيبك من الكلام اللي بيرضي الجمهور، لان في الاخر اللي بيرضي الجمهور الجمهور مش عارف الكواليس، مش عارف النهارده انت ساندت الزمالك ازاي وساندت الاهلي ازاي وقفت هنا ايه. سيبك من الكلام ده، ولكن احنا في الاخر على مسافه واحده من الجميع بفضل طيب الله. هو ده يعني. رد حضرتك خلصت كده رد؟ اخلص بس اكمل هو الكلمتين دول اكمل كلامي. الرد الرقيق دي واحده بس اكمل رد. دي واحده اكمل كلامي طيب. هات الفيديو بتاعي وانا بقول لباتشيكو ما ينفعش وبص في ورقتك وما ينفعش تتكلم على الخصم.
النهارده وانا معاك بقول لك يا صلاح حفيظ على الهواء يا كابتن سيد ايوه غلط كان لازم حضرتك تبص في ورقتك وده حديث بيني وبينه النهارده في الراديو الصبح يعني ما فيهوش مفاجاه ولا في اي حاجه اذا انا متفق معاك جدا ووضحت لك ان انا والله العظيم انا ما اعرف امبارح تصريحات الكابتن وانا على الهواء لان تصريحات كانت في قناه ثانيه فانا ما كنتش اعرفها بس ده ردي على حضرتك ردي يا استاذ علاء لو احنا هنتكلم بالارقام باي شيء انا بس مختلف في حاجه ان انت بعد ماتش كل حاجه وليها حاجه يعني اداره الاهلي من حقها تعمل اللي حضرتك بتقوله إدارة الأهلي من حقها تبعت اتحاد الكورة رسمي بعد إذنك أفيدونا بكذا كذا 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 كل ده من حق إدارة الزمالك وإدارة الأهلي ولكن الكابتن سيد إحنا وصلنا لمرحلة هادية وإدارة الزمالك عشان نقول لينا ولا علينا إدارة الزمالك الناس لا بيستفزوا حد ولا في عندهم مشكلة ولا أي حاجة برضه لازم يبقى في البديل من النادي الأهلي بالشكل ده حضرتك النهاردة خلصت مباراة اتكلم على الحكم اتكلم على الفريق اتكلم على الأمور اتكلم زي ما أنت عايز ولكن الحتة دي تخص إدارة الأهلي تبعت لاتحاد الكورة تستفسر يطلبوا اجتماع يتكلموا زي ما هم عايزين ولكن المشكلة إن إحنا طلعنا من الشد والجذب لأن حضرتك النهاردة بتنادي على الخصم هينادي عليك بتنادي على حد هينادي عليك بتنادي على ده هنرجع تاني هل كان في تجاوز يا كابتن؟ نفس فندم؟ في كان في تجاوز في كابتن مش ما هي دي مش ورقتك حد ذاته تجاوز الموضوع في حد ذاته تجاوز حضرتك بتقول لي بص في ورقتك احنا لازم نبقى حقانيين كابتن سيف انا واستاذ عمرو داخلين امتحان تمام فندم تمام وفي لجنة واحدة انت حضرتك مديني ورقة ومدي استاذ عمرو مش مختلف يا فندم ثواني هو انا مختلف 10 اسئله لا انت مش سامعني انت مش سامعني دي واحده ازاي ابص في ورقه لا 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 مفيش لا مفيش تكافؤ يا فندم الكلام اللي حضرتك بتقوله ما حصلش انت مش سامعني دي واحده بس هو فين كان فين التكافؤ لما الاهلي قعد 50 يوم ما لعبش والزمالك لعب مباراه مضغوطه ورا بعض كان فين التكافؤ ده نفس التكافؤ ده خده الزمالك نفس الفرصه دي خدها الزمالك في الكونفدراليه وخدها سنه 2018 انا بكلمك في نقطه لا خدها يا عمرو هجيب لك حصل طبعا حصل حصلش مع كامل حصل وحكيت لك وعدت بالورقه والقلم الزمالك قعد 55 ما لعبش ولا مباراه في الدوري يرجع يلعب ولعب استاذ علاء بعد ما كل قد بيلعب مضغوط بس بالشكل ده لا بالشكل ده بالشكل ده يا استاذ علاء يا استاذ عمرو يا استاذ عمرو بعد اذنك اول حاجه انطلب من حضراتكم الهدوء يعني الكلام بعد اذن حضراتكم بهدوء تاني حاجه احنا انت حضرتك بس مش سامعني انا مش مختلف مع حضرتك ان الاهلي يعترض او الزمالك لعب او الزمالك ما لعبش كل واحد يطلب حقه ولكن حقه ده مش مجاله لقاء بعد المباراه مش مجاله التلفزيون لا احنا فين التعصب وفين الكلام اللي مش كان بيتقال مش مجاله ليه مجاله ليه لان الجمهور النهارده هيشوف حضرتك بتقول كده هيطالب ان حد يرد على الكابتن سيد هنخش في نفس القصه صح. فدي سكه مش صح السكه الصح اداره الاهلي شايفه كده اداره الاهلي تبعت رسمي لاتحاد الكوره لا لا سهلة. انا شايف ان لما مدير الكوره يوصل رساله بيوصلها لمين يا فندم لاتحاد الكوره طبعا يا فندم لا دي هيجي الجماهير يعني هو ده ما هيش جماهير انا مدير كوره انا مدير كوره لما اشوف اتحاد الكوره طب انا هسالك سؤال واحنا في الامطار الاخيره انا هسالك طبعا طبعا يا استاذ علاء دي واحده بس شبابك عمره كامل يا استاذ علاء دي واحده يا استاذ طب اسمعني بس النادي الزمالك بيدير الدوري اسمعني بس يا كابتن النادي الزمالك بيدير الدوري طب اسمعني انت دلوقتي شايف ان صح لا يا استاذ عمرو بعد اذنك ترتيب الماتشات اللي اتحاد الكوره عامله للاهلي براحته ده فين هو ما حدش يتكلم فيه ايه اقول لك براحته انت بتلعب ماتشاتك بترتيبها انت عمرو حضرتك بتلعب ماتشات طب ثواني انا اتحداك لو جبت لي السؤال ده النادي الاهلي كان المفروض بدون لعيبه الدوليين يلعب ايه بدون الست الدوليين يلعب كام مباراه في الدوري انا مالي ومال يا سيدي ما تجاوبني انا مالي ومال يلعب ثلاثة هي المسابقه يلعب اثنين وادي دجله وسلمي كل بطل يا بيه انا مالي معزلين له الجدول عشان يلعب ثلاث مباريات النادي الاهلي اعترض الجواب اللي بعته اتحاد الكوره فعلا ماتشين كم ماتشين وادي دجله هما بقوا كام دي واحده بس هما بقوا كام كابتن سيف طب هما ماتشين هما بقوا كام بثلاثه دلوقتي طب هو الاهلي هيلعب الثالث؟ ايوه هيلعب اسوان طبعا هيلعب الثالث قصدي من غير الدوليين طبعا النادي الاهلي ملتزم طيب انا بس عايز اسالك سؤال الاتفاق على مباراتين انا مش بتكلم انا ما بتكلمش على ده موضوع اسمع بس انا اوريك بس الوطنية. انا بتكلم اوريك الوطنية اتحاد الكوره اللي انت بتتهمه عارف. ان ما فيش اتحاد كوره دلوقتي وان الزمالك هو اللي بيدير اللعبه الزمالك بيدير اللعبه والاهلي بيرتب ماتشاته براحته كابتن سيف هو فين الكلام ده اسال حضرتك سؤال لو حضرتك مدير كوره ومتفق مع اتحاد الكوره انك انت تلعب مباراتين بس بدون الدوليين انا هكمل وفجاه يجي لك الجدول تلعب انا مش عايز اقول لك كده توافق خليني بس اخلص كلامي بص يا فندم اللي حضرتك بتقوله واللي استاذ عمرو بيقوله وجهات نظر تحترم
مش يا فن يا فن ما خلص كلام يا فن ما خلص كلام يا استاذ علاء اخلص بقول لك كفايه استاذ علاء استاذ علاء اتحاد الكره خاطب النادي الاهلي طب خلاص طب مش هو اتفاق طب ما يرفض هو يرفض احنا النادي الاهلي بيرفض يا فندم يرفض يرفض ايه يا فندم يرفض ابعت جواب تاني انا متفق على اتنين بس خلاص طيب ماشي لكن النادي الاهلي عشان يا فندم مش مكانها يا استاذ عمرو مش مكانها دي واحده بس استاذ علاء يا استاذ علاء مش مكانها الشاشات لا مش الشاشات ليه يا فندم غلط لا انا لازم اوصل رسالتي يا فندم ما توصلش رسالتك طب استنى رسالتك لمين طب يعني طب والمسؤولين بتوع الزمالك بس وصلوا رسالتهم ازاي دي واحده هو انت عايز توصل رسالتك لمين لاتحاد الكوره طبعا طب ما اتكلم احمد مجاهد لا واتكلموا ليه هو بعيد طب والزمالك ليه ما بيكلمش احمد مجاهد ابو بشار هو ليه بيكلموا على الفاضي بس يعني انتوا مره تقولوا احنا مش لما يطلع واحد من الزمالك هو السبب انت مقتنع ان ده صح خلاص وجهه نظرك يا كابتن يعني يا فندم انا بسالك مفيش بلد دلوقتي انا بسالك أنا سؤال انت مقتنع ان ده صح طبعا شايف ان مدير الكره من حقه انه يواجه وحد تاني من الزمالك دي واحد بس وحد تاني من الزمالك يطلع يرد بهدوء بس احنا مش عايزين عصبيه لا مش هنجر عصبيه وحد تاني يطلع يرد عليه يعني هو حد كان يا فندم بهدوء هو احنا قاعدين عاملينها ليه سيف كابتن سيف بس اسالك سؤال لما طلع مذيع في قناه الزمالك وقال لاحمد مجاهد على الله يا احمد مجاهد تاجل مباراه الاهلي تمام ده تهديد لرئيس اتحاد الكوره حد اتكلم تمام وطب انت إيه يا فندم خلاص انت يا فندم ماشي انت دلوقتي انت دلوقتي لا سمعتها طبعا انت بتقتنع دلوقتي بالرسائل دي صح طبعا بس خلاص شيء وجهه نظر يحترم انا نقفل الموضوع انا مختلف انا شايف ان من حق كل نادي ان هو يتكلم على حاجته مع اتحاد الكوره في اجتماع عن طريق رساله عن طريق ورق عن طريق رسميات انا النهارده هطلع يا فندم دقيقه واحده بس يا استاذ علاء انا النهارده هطلع بعد ماتش هتكلم كده هيطلع هو بعد ماتش مدير الكوره عنده هيرد عليا فاهم قصدي في جمهور كبير جدا قاعد بيبص في النص احنا ما وصلناش لحد دي وجهه نظر بس ده دي قناعاتي انا قناعاتي دايما صاحب نظريه كل واحد يبص في ورقته وفي الاخر اللي ليه مظلمه يروح لاتحاد الكوره ويتكلم يطلب اجتماع رسمي ويقعد ويتكلم فيه وتخلص الامور دي وجهة نظر والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فاصل وارجع لكم بعد الفاصل ما زلنا هنقول برضو المهاجمين هيجي لك محمد شريف هيجي لك مصطفى محمد هيجي لك احمد ياسر رهين هنقول برضك عندنا احنا كمصريين لازم نقول مهاجمين لان ما عندناش اللاعب الفينشنج اللي قوي محمد شريف بيعوض غياب سنين فاتت عن المهاجمين لكن برضو ما زلنا عندنا نقص في المهاجمين هو مركز الهجوم برضو هتلاقي فيه على طول واحد معتمدين عليه بس على طول فيه نقص يعني الدفاع ما شاء الله كويس خط الوسط برضو كويس في الدفاع محتاجين دفاع كويس الدفاع برضو محتاج تدعيم برضو ولاعيبه تكون يعني خبرة مثلا أحمد حجازي اللعب اللي زي كده شايف مدافع كمان مع حجازي ده وجهة نظر أنا مركز الجناح الجناح اليمين بالذات لا إحنا عندنا مشكلة في الباك اليمين يعني الباك اليمين عندنا فيه مشكلة في مصر عموما المهاجم برضو يعني عندنا نفس الحتة الناقصة بتاعت المهاجم صانع اللعب يعني عبد الله سعيد مجدي قفشه ما يشيلش ماتش 90 دقيقه بدليل في النادي الاهلي بيقع في النص في اخر الماتش مفيش اللعيب اللي هو بينقل من الدفاع بيربط من خط الوسط للهجوم هو المركز ده اللي يعني شاغر ما مش موجود دلوقتي مش موجود صانع العاب طبعا هو اهم مركز الهدافين ما مش كتار يعني مش مغطيين اللي احنا عايزينه ورجعنا لكم تاني بعد اتنين ليمون وهديت القصة وان شاء الله بإذن الله تبقى الأمور خير أول حلقة أعملها والأهلي والزمالك متساوين الأهلي لسه فاضله لقاءين لو كسبهم هيتساوى لو الأمور اختلفت هنشوف ولكن دلوقتي كل واحد بقت بإيديه الدوري فين؟ في الجزيرة إن شاء الله في الجزيرة إن شاء الله طب وزي ما قلت حركة يبقى بفارق يعني ممكن إن شاء الله قبل الأسبوع الأخير إن شاء الله يكون الأهلي احتفل رسميا بفوز بالدوري بإذن الله ثابت أنت ما بتغير طبعا قناعات يا كابتن انت امبارح الدقيقه 94 الاهلي كان مغلوب والناس كلها لحد اخر ثانيه بعد ما جه التعادل يعني المفروض بعد ما جه التعادل الناس خلاص يعني تقول لك الاهلي الحمد لله نجا من هزيمه لكن الناس كان عندها امل لحد اخر دقيقه ان في سعر تذبذب في مستوى النادي الاهلي المباراتين اللي فاتوا انا قلت للكابتن سيف قبل كده ان قوه النادي الاهلي كانت في دكه البدلاء لما دكه البدلاء اختلت في النادي الاهلي بغياب الشناوي واكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر طيب. الدكه فقدت عناصر كتيره جدا فالراجل اضطر انه يلعب بالمتاح ليه
فطبعا حصل التزامن في المستوى. يعني احنا شفنا اقل مباراتين النادي الاهلي لعبهم هم مباراتين لعبهم بدون السته في المنتخب الاولمبي البنك الاهلي والمباراه دي. لكن ما قبل لما كان الاهلي مكتمل النادي الاهلي عمل 7 مباريات ولا اجمل ولا اروع. يعني قدم سيمفونيه افريقيه ومحليه ما شاء الله. كان بعد مباراه السوبر عمل 7 مباريات مستريا. اول مره اسمع ان الاحتياطي ان الاحتياطين بيأثروا على الفريق. احنا اتفقنا على ايه دي جديده دي واحده بس معلش صلاح احنا الاحتياطي بيأثر على الفريق. احنا اتفقنا على ايه اما يجي دور حضرتك قول اللي انت عايزه يا فندم. حضرتك قول في دورك بعد اذنك. اتفضل يا استاذ. طبعا هو عمرو مش عارف الفرق بين دكه البدلاء والاحتياطي. كلمه دكه البدلاء عمرو اللي هي اوراق لفحه موجوده. لا 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 اعرف حاجه عمرو اتعلم منه يا فندم. اتعلم انا بعد اذنك اتكلم زي ما انت عايز. انا دلوقتي كنت سيف على قلت مش معايا ما خلاص يا فندم بعد انا اسف. دكه البدلاء عمرو يعني اتفضل. لا انا مش هكمل يا استاذ علاء ماكش دعوه. فطبعا لما دكه البدلاء في النادي الاهلي حصل فيها الاختلال ده السته رحلوا ومش موجودين مع الفرقه دلوقتي. كان طبيعي جدا ان موسيماني يجبر على تشكيل معين ثابت في مباراتين. التغييرات كانت محدوده جدا جدا. ما عندوش الحلول اللي كان بيعملها قبل كده. شفنا الفريق اهتز بشكل كبير جدا مباراتين ودول اول مباراتين النادي الاهلي لعب بدون السته الدوليه. علي لطفي كان غير موفق ولا كان حظه مش جيد؟ لا يعني كان يمكن الهدف الثاني كان قال ان هو ما كانش موفق فيه. ما كانش موفق فيه طبعا في الهدف الثاني. لكن ما قبل المباراتين يعني لو الاهتزاز كان حصل والفرقه كامله كنا ممكن نقول ان في مشكله في النادي الاهلي. لكن لما تحصل المشكله في ظرف استثنائي واضطراري النادي الاهلي بيلعب في مبارياته لا يبقى المشكله لا ما فيش مشكله. دي مشكله مؤقته. استاذ عمر اسالني يا فندم. الدوري فين يا فندم؟ نفس السؤال. الدوري طبعا في الملعب. كلام المنطقي والكورة والكلام الطبيعي ان الدوري في الملعب. ما اقدرش اقول ان الدوري في الزمالك ولا اقدر اقول ان الدوري في النادي الاهلي. الدوري المنافسة هتستمر وانا يمكن قلت ده في بداية الموسم خالص ومستمر على نفس الكلام وكلامي ما بيتغيرش. واعتقد ان الصورة اللي انا قلتها في بداية الموسم هي اللي ماشية لغاية دلوقتي ان المنافسة هتقعد للرمق الاخير. صح. المنافسة هتقعد للرمق الاخير. النادي الاهلي فريق كويس جدا فريق عنده متكامل. نادي الزمالك فريق كويس جدا وفريق متكامل. فبالتالي في منافسه كبيره جدا ما بين القطبين. اعتقد انها هتستمر للنهايه. انا كعمر الدريد لو سالتني اقول لك انا مش عاجبني الدوري المصري. انا اتمنى ان المنافسه تبقى رباعيه وخماسيه وسداسيه اكتر من نادي يدخل اللعبه. ما ينفعش كل على الدوري على اكمل بس اكمل كلامي. ما ينفعش كل سنة المنافسة تبقى ما بين القطبين فقط. وحد يحسمها ايا كان هو مين اللي يحسمها طبعا هنقول له مبروك. لكن انا بتكلم على ان المنافسة في الدوريات اللي جنبنا كلها منافسة كبيرة. طب ممكن اسألك سؤال ازاي ده يحصل؟ الفرق الصغيرة دي لابد ان يكون او الفرق الجماهيرية لابد ان نرجع لشركات كورة لسبب بسيط. لان لازم الكره تصرف على نفسها ويبقى في الفرق دي عندها ميزانيات وعندها دخل. نمره 2 ان كحكه الاعلانات او المعلنين اللي هم الرعاه لابد انها تتوزع بالتساوي على الجميع. يعني حسب نتائجك وحسب وضعك. الاول ياخد طبعا اكتر محدش يقدر يقول لا. بس الثاني والفرق بين الثاني والاول ما يبقاش فرق هو كبير. الفرق ما بين الخامس والاول مثلا إن انا بتكلم بس يا كابتن سيبني اكمل كلامي. انا عايز اوصل لك انت حاجه. انت ليه ما بتحبش اكمل كلامي؟ يعني انا عايز اوصل لك نقطه برضه عشان تكمل ان في العالم كله ما فيش نسب اعلان بتتوسع بالتساوي. ما قلتش انا بالتساوي خالص. انا بقول اذا كان انا لسه بقول الاول ما يتسواش بالثاني بقول بس الفرق ما يبقاش كبير. انا قلت بالتساوي. تمام. انا ما قلتش بالتساوي. انا بقول ان الاول يبقى في فرق بين الاول والثاني. الفرق بين الاول والخامس ولا الرابع ما بقاش ضخم جدا زي دلوقتي. انا بتكلم على كده لكن ما قلتش بالتساوي. طبيعي ان ما فيش تساوي. طبيعي ان مثلا بطوله الدوري مثلا لو الرعاه بتجيب مثلا 100 مليون الاول مثلا هياخد 40 الثاني مثلا 28 مثلا يعني توزيعه يعني ده الطبيعي في العالم كله. فده علشان كمان الفرق الصغيرة دي يبقى عندها دخل تصرف. النهاردة كرة القدم صناعة. النهاردة كرة مين اللي بيكسب؟ النادي الأهلي لأن عنده فلوس. النهاردة شايفين معظم الرعاة بيعملوا إعلانات للنادي الأهلي ما بيعملوش لحد تاني. أيا كان هو ده إيه ولا مش ماليش دعوة بأسبابه. لكن ده هيخلق منافسة شريفة ما بين الأندية. ده هيطلع الاتحاد السكندري. سيبك من الزمالك مش هتكلم عن الزمالك. ده هيطلع الاتحاد السكندري. ده هيطلع الإسماعيلي. ده هيطلع الـ المصري. الفرق الجماهيرية دي هيطلع على المحلة.
هيطلع الانديه دي؟ مش هتطلع. لان مع كامل احترامي الفرق دي عندها لعيبه درجه تانية درجه فرز تاني. ما هو فرز اول بياخدهم الاهلي والزمالك عشان عندهم فلوس. لا، الانديه دي لازم يكون عندها فلوس، ولازم الرعايه تتقسم بتساوي او مش بتساوي. انا ما بقولش بتساوي يعني كل واحد ياخد قد التاني، لكن بنظام المسافات تقرب. يعني المسافات تقرب، ده مهم جدا. رايك في الملف ده ايه؟ هل ممكن يكون فيه منافسه لاكثر من فريق؟ وهل ممكن يكون فيه تعديل للتوزيع؟ اولا انا شايف ان غياب الجماهير عمل جاب كبير جدا. خلاص يعني غياب الجماهير الفتره اللي فاتت دي، يعني لو في جماهير كنا ممكن نشوف نادي الاتحاد السكندري والمصري والاسماعيلي قريبين قوي من المنافسه، لكن غياب الجماهير ده عمل جاب كبير جدا بين الاهلي والزمالك وبين كل المنافسين. فدي طبعا انا شايف ان غياب الجماهير ده يعني ليه دور مهم جدا في اتساع اللي هو الاستقرار. طبعا للاسف في انديه كتير جدا عندها استقرار لكن ما عندهاش طموح للفوز. يعني في نادي بيراميدز عنده استقرار كبير جدا، عنده اموال وعنده كل حاجه، عنده كل مقومات انه يبقى فريق بطل او على الاقل ينافس على البطوله، لكن شفنا بعيد. نادي سموحه عنده استقرار وعنده امكانيات، وبنشوفه يمكن من اكتر الانديه بتبيع لعيبه بمبالغ عاليه جدا ورغم ذلك ما حققش بطولات. الخلل في الاداره كابتن سيف، ادارات الانديه هي المسؤوله. يعني مش حكايه ولا حقوق بس ولا الكلام ده كله، احنا في انديه في مصر هنا مش محتاجه رعايه. في عندنا شركات غنيه جدا جدا، هي اصلا الشركات دي نفسها، الشركات دي عندها فرق في الدوري الممتاز، ونفس الشركات دي هي بتصرف على انديه الدوري الثاني. يعني عندنا شركات راعيه موجوده دلوقتي في الدوري، ومن حصه البث الرعايه لكل الانديه من الشركات دي، او والحقوق الاعلانات. يعني اقصد المساله الماديه مش عائق ابدا. انت عايز تقول ان الاداره ليها جزء كبير؟ الاداره هي سبب الفجوه دي بعد الجماهير. يعني انا غياب الجماهير ده، غياب الجماهير خلى ثلاث انديه تبعد عن المنافسه، والاداره خلت كل الانديه تبعد عن المنافسه. يعني هم دول العنصرين، الاداره رقم واحد والجماهير رقم اثنين. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا عن المنتخب الأولمبي وعن لاعبي الأهلي والزمالك والقادم في الدوري الممتاز بعد الفاصل. محمد شريف بيمتاز ببعض المهارات قد تكون مش متوفرة مع مصطفى محمد. يعني بيمتاز بيشوف برجله الشمال واليمين، الهيد ابتدى بيتدرب بيوصل عليه. قدرة محمد الشريف لقيادة المنتخب اعتقد هتكون افضل من مصطفى محمد في الوقت الحاضر. مصطفى محمد امكانياته اعلى وهداف اكتر واحسن من محمد شريف، وبيلاقي حلول وتحرك من غير كرة أحسن من محمد شريف. أنا بالنسبة لي محمد شريف أحسن طبعا، بسبب أن محمد شريف عنده سرعة وعنده مهارة والدريبل اللي بتاعه أحسن من مصطفى محمد بكتير. يعني مصطفى محمد طبعا، يعني أنا شايف مهاراته أحسن من محمد شريف بكتير، ولسه سنه صغير ولسه عنده كتير. محمد شريف لأن ود يعني بتاع من أقل ثغرة بيحط جول. مصطفى قوة بس ده مخ. اختار مصطفى محمد. مصطفى محمد بيلعب براسه وبرجليه، في الفتره اللي فاتت كان متالق وحاليا شغال كويس مع جلطة سراي، فاعتقد ان هو المهاجم الانسب. ومحمد شريف برضه في الصوره. محمد شريف طبعا مستوى حلو الفتره الاخيره في النادي الاهلي، وده جاب دوري ابطال افريقيا وان شاء الله يجيب الدوري. السؤال بقى المره دي سؤال عجيب وغريب شويه. انا عايزك تنسى انك زملكاوي استاذ علاء، حضرتك انسى انك اهلاوي، وجينا كده صحينا الصبح انت بقيت مسؤول على وضع بروتوكول ما بين الاهلي والزمالك، تهدئه والسوشيال ميديا ومستقبل الناديين ومستقبل الكوره. تعمل ايه؟ قول لي كده 1 2 3 4 بدون اي بقى حاجه يمين ولا حاجه شمال، حاجه تفيد الكره المصريه بجد، تهدي الدنيا، تهدي البرامج، تهدي السوشيال ميديا، تهدي الناس، كل واحد يبص فرقته، كونسيستم. ايه بقى؟ بص يعني اي بروتوكول اي كلام مش هيجيب نتيجه. النتيجه الحقيقيه يا كابتن سيف في حاجه واحده بس، ان الناس تلتزم. تصريحات هي سبب اللي بتعمل ولعه ما بين الفريقين وبتخلي الجماهير. انا عايزك ترتبهم لي، يعني قول لي 1 2 3 4. هي التصريح واحد التصريحات تمام، الناس توقف التصريحات السخنه ما بين الناديين تمام. نمره 2
تبادل الزيارات ما بين الفريقين الناديين، لان الاهلي والزمالك طول عمره، ما انا كنت يعني كنت بتفرج زمان وانا صغير على الصور في المجلات، كنت اجيب المجلات اتفرج ان الكابتن صالح سليم قاعد مع عبده النصحي في النادي الزمالك، صح، اتفرج الاقي مش عارف الكابتن الجندي مع حنفي مصطفى، وانا ما اعرفش مين الاسماء دي، بس كنت اقعد اتفرج عليها واقول الله اهلي وزمالك، مش عارف يعني بحاسس انهم مع بعض دايما، فكانوا اصحاب ومع بعض، بلاقي صور حسن شحاته مع الخطيب وفاروق جعفر مش عارف فين، فصور اهي الواحد بيطلع يتفرج على الصور دي، فحاسس ان الاهلي وزمالك دول يعني عادي جدا صحاب في النهايه، فده الروح دي لازم ترجع تاني، دي مهمة جدا جدا جدا. التصريحات اللي بتطلع من الجانبين وخصوصا بعض الناس المتعصبة هنا وهنا لازم يعني خلاص يريحوا شوية. اللي حصل امبارح في قناة الأهلي أنا مش متخيله، يعني بجد أنا مش متخيل ليه يا جماعة، في إيه؟ مفيش حاجة لده كله، مفيش حاجة حصلت لده كله، وكنا بنقول وبنعيب على قناة الزمالك إنها بتسخن وبتعمل، طب ما أنت أهو لما جات الفرصة عملت نفس الحكاية. أنا بتكلم ده ليه؟ للصالح العام. تمام. انا بتكلم تمام. للصالح العام تماما، مش ضد لا قناه الاهلي ولا ضد قناه الزمالك، بس انا عايز ان الناس تفهم ان الوقت ممكن يخليك تعمل ده. استاذ علاء انا هو ما قطعتوش اهو. لا فندم اتفضل. انا لسه بس الاستاذ عمرو عمال يقول قناه الاهلي انا نفسي بس استاذ عمرو يقول له جمله واحده فيها. لا انا والنبي انا مش عايز اتطرق لحد، انا عايز بروتوكول. هو بيتطرق ليه؟ معلش اعتذاري انا. ماشي، خش بقى بروتوكول. بروتوكول اولا، او قبل ما اعمل بروتوكول لازم افعل القوانين اللي عندي. افعل لجنه الانضباط في الاتحاد الكوره، لجنه انضباط حقيقيه. افعل لجنه الانضباط الاعلامي، الاداء الاعلامي لازم دي تكون موجوده. انا لما اوقع عقوبات على الطرفين قبل ما يجتمعوا مع بعض، انا هنا هلزم الطرفين اولا على الاقل خالص، ضمنت قبل ما بعمل اي مبادره ضمنت ضبط السلوك. ممكن تحط لي 1 2 3؟ لجنة الانضباط في اتحاد الكورة. 1 2 الأداء الإعلامي، ضبط الأداء الإعلامي ده مهم جدا 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 لوقف تصريحات سواء مسؤولين حاليين لاعبين سابقين، وتحت لاعبين سابقين تحط عليه 100 خط للاعبين السابقين بيلعبوا دور سلبي جدا 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 في صالة الفتن. تاني حاجة إغلاق أي وسيلة إعلامية بتثير فتنة بشكل رسمي وإعلان قانوني ووفقا لبنود محددة. 4 عدم الالتفاف للسوشيال ميديا، ما يخافوش من السوشيال ميديا. إدارة الناديين لو عايزين يعملوا مبادرة حقيقية ما يخافوش من السوشيال ميديا، ينسوا السوشيال ميديا ويروحوا زي ما عمرو قال، يروحوا يتبادلوا زيارات زي ما كان. دي نقطة مهمة. طبعا طبعا ينسوا السوشيال ميديا، ما يخافوش من السوشيال ميديا. هو 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 تبادل الزيارات دي فيها قلق في السوشيال ميديا؟ طبعا. يعني انا لو رحت الاهلي او الاهلي راح الزمالك السوشيال ميديا فيها مشكلة؟ حسب نوعية الاشخاص اللي رايحين. يعني لو في ناس الإدارة الحالية والإدارة الحالية لا دي ما فيهاش أي غضاضة خالص، بالعكس هيتم ترحيب بيها بشكل كبير جدا من جميع الناديين. طب ليه ما تبقاش فيه مبادرة من أي طرف للآخر؟ الهدوء في حد ذاته الحالة دلوقتي أنا شايف إنه خطوة إيجابية جدا جدا. الهدوء في حد ذاته ده نجاح، أنا بعتبره نجاح الحمد لله. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين معاكم، ويا رب دايما هدوء. نرجع تاني بقى سريعا على المنتخب الاولمبي، رايك في اداؤه؟ اداء المنتخب الاولمبي انا ليا تحفظ شديد على اداؤه. المنتخب الاولمبي كان عندنا طموح كبير جدا واحنا رايحين، وكان عندنا احساس، ويمكن اتكلمنا قبل كده هنا انا والاستاذ علاء، وقلنا ان المنتخب الاولمبي بيلعب كره شامله وكره سريعه وكره هجوميه، والطابع بتاعه مختلف عن كل المنتخبات، وكنا مبسوطين جدا واحنا رايحين. ويمكن علاء اتكلم على ان شوقي غريب بيحب الكره البلجيكيه وانه هو بيقلد الكره البلجيكيه، فكان عندنا تصور جميل جدا عن المنتخب الاولمبي وان هيأدي مباراه كويسه. مباراه اسبانيا الاولى ادى في حدود الامكانيات كويس، وكان يعني الاداء معقول، ما اقدرش اقول هو طبعا اداء دفاعي بس في النهايه انت بتلعب اسبانيا فريق كبير جدا وبطل اوروبا وفريق يعني بحجم كبير، فطبيعي انك انت تأدي بالشكل ده. لكن المباراه الثانيه قدام الارجنتين، منتخب الارجنتين منتخب انا شايف انه مش قوي، ومع هذا احنا ادينا مباراه سيئه جدا، عندنا تحفظ دفاعي في خوف. اعتقد ان كابتن شوقي غريب الزم نفسه قبل ما يسافر بان هيجيب ميدالية، او يعني حط على عاتقه موضوع الميدالية ده، عمل له نوع من الرعب، فهو بيلعب دفاعي خايف جدا. انا كنت شايف انه لو تحرر من الكلام اللي قاله ده انت غير راضي.
استاذ علاء. انا طبعا بتفق معاهم في النقطه الاخيره. كابتن شوقي غريب الوحيد في كل 23 لعبه مصريه مشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه الوحيد اللي وعد بميداليه، وده طبعا ده اللي خلى سقف احلامنا كلها راحت لبعيد. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ان منتخب مصر هيوصل ياخد برونزيه ولا ياخد فضيه ولا ياخد ذهبيه. كابتن شوقي غريب هو اللي حط نفسه تحت الضغط. يعني كابتن شوقي غريب لا يلومنا الا نفسه، هو اللي حط نفسه تحت الضغط ده وحط المنتخب كله تحت الضغط. هو اللي قعد من اول القرعه عمال يكلمنا على ميداليا على ميداليا على ميداليا. الناس كلها لما المنتخب البعثه كلها سافرت كل المصريين بيتكلموا على المنتخب، لدرجه ان احنا احلامنا في منتخب كره القدم فقط احلامنا في منتخب كره اليد. يعني الناس كانت بتتكلم على ان كره اليد سهله قوي ان نجيب ميداليا، اسهل من منتخب كره اليد اللي هو اصلا متعود على البطولات والانجازات ما يجيبش ميداليا. شفنا ان 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 كابتن شوقي غريب اختياراته مجرد ما خد الثلاثه الكبار مدافعين بنت الهدف عنده، الهدف عنده عدم الهزيمه، وده يتنافى تماما مع احلامه وطموحاته اللي بيقول فيها ان انا رايح عشان اخد ميداليا. انا كنت يعني الناس كلها لما تاخد اتنين مدافعين وليهم دور كبير وحرس جدا وحارس مرمى طبعا يعني ياخد الشناوي مثلا مثلا ممكن الشناوي ياخده عشان خبراته لا. لكن ليه محمد صبحي كويس يعني اقصد خد مهاجم احسن خد مهاجم. طب انا بقول لك بدل ما كان ياخد اتنين مدافعين كان يكتفي واحد بس ولازم يلعب في خط الوسط. يعني كنا مفتقدين جدا لاعب خط الوسط، لاعب قوي، لاعب عنده خبرات، مفتقدين راس حربه تاني. يعني احنا امبارح شفنا لما كان احمد ياسر لوحده، لو كان محمد شريف موجود كانت فرق كتير جدا، لو كان مصطفى محمد طبعا، بس مصطفى محمد كان له ظروف. لكن اعتقد ان هو لما خد ثلاثه في خط الظهر ده للاسف عطى يعني اعطانا انا كناقد رياضه اعطانا انطباع ان هو لما ياخد ثلاثه حارس مرمى واثنين مدافعين يبقى هدفه عدم الهزيمه مش الفوز. ماتش الاهلي والانتاج امبارح يعني أنا سؤال مش مقتنع بيه قوي بس يعني لازم نسأله، هل كشري رد بقى على الناس اللي كانت مشككة وتقول إن نجوم الأهلي أو نجوم الزمالك لما لعبوا قدام أنديتهم ممكن يبقى فيه مجاملة؟ كان رده امبارح؟ لا، هي الضغوط دي أنا قلت لحضرتك قبل كده هي ضغوط بيمارسها جمهور الفريقين على أي مدرب. لكن أنا شخصياً عندي قناعة تامة إن مفيش مدرب هيسيب مصلحته الشخصية أو هيبص لمصلحة فريقه السابق على مصلحته الشخصية، لا يمكن. عمل مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي؟ عمل مباراة طبعا كويسة في حدود إمكانياته، والنتيجة دي طبعا بيد ربنا، لكن هو أدى فريقه أدى كشري وضع طبيعي إن هيأدي أقصى ما عنده، ده أنا كنت متأكد منه صح. هو أو غيره يعني ما نغمة التفويض دي طبعا النغمة كانت مرفوضة ونغمة يعني الحمد لله اتعملت عليها حملات، لأن احنا الحمد لله كل مدربينا شرفاء يعني. ولو رجعنا التاريخ هنلاقي إن اكتر هزايم تعرض لنادي الزمالك على يد مدربين من نادي الزمالك. قلت لحضرتك قبل كده يعني كابتن حلمي طولان مثلا كان ليه انتصارات على نادي الزمالك، كابتن طارق يحيى كان ليه انتصارات على نادي الزمالك. قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي كل نقاطه اللي فقدها في الدوري فقدها على يد مدربين من ابناء النادي الاهلي. ضربت حضرتك الجونه رضا شحاته والمصر والبنك الاهلي كابتن محمد يوسف، وكانت مباراه ثالثه وسموحه احمد سامي. فطبعا هم المدربين بيردوا على نفسهم وهم اصلا مش محتاجين، بس الموجه كانت عاليه قوي عليهم. شفت غضب شديد جدا من المدربين كتير جدا. ودي وانا بقول لحضرتك دي كان وقتها لو كان عندنا ضبط اداء اعلامي ما كانش يسمح لبعض الاعلاميين انهم يتجاوزوا ويتهموا اتهامات خطيره لبعض طيب المدربين. حاخدك لحته ثانيه مهمه، شفت التويته بتاعت قفشه؟ لا امبارح؟ لا لا لا، قفشه عمل تويته امبارح بيتكلم فيها على الروح الرياضيه والنقد والتجاوز، وان الناس لازم تبعد عن السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا ليها دور كبير في يعني في افساد الروح او الجو الرياضي، وقال ان في فرق كبير ما بين التجاوز او الانتقاد والشتيمه. اكيد اكيد طبعا، لكن انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن سيف السوشيال ميديا بيبقى ليها دور سلبي كتير جدا، لكن لازم نرجع لنقطه مهمه جدا، ان السوشيال ميديا تتغذى على تصريحات ناس وعلى حملات ما سواء وكلها حملات اعلاميه. يعني لما يطلع بس قفشه ما بيتكلمش على لا خالص خالص لا خالص لا, 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 لا انا بس انا بتكلمك على على لا انا هوضح لحضرتك هو بيتكلم ان لعيب النهارده لعب كويس لعيب النهارده طبعًا لعب طبعًا وحش طبعًا. مش معنى ان انا النهارده غير موفق انا لعيب ما عنديش فكره ولعيب ضايع. لا بس هو لازم قفشه وهو لعيب كبير لازم يبقى عارف ان في لحظات غضب انفعاليه. يعني الناس كلها امبارح بتتكلم بطريقه معينه وتيجي النهارده بترجع في كلامها دي لحظه انفعال. هو بيتكلم الفرق ما بين النقد لا ما انا عارف بس هو لازم كبير جدا هو لازم يكون لامس ده. يعني هو اكيد هو على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، واكيد عارف ان الناس دي
بيبقى في لحظه بعد بعد توتر اعصاب. انت مستمعني؟ والله سامعك. طب والله سامعك. انت مش عايز ترد على الحته دي؟ لا لا فرق كبير بين من عارف طبعا. من عارف تنتقدك. ايوه من عارف. لو انت طبيعي انا مش عايز اقول بس انا مش عايز اقول كلمه الشتيمه دي لكن انا بقول لك في لحظه ده على فكره ده واقع. لا ده واقع. ما انا عارف. يعني انا بقول لك انا بقول لك ده انا بقول لك حد ما بيحبوش هينتقدك. انا بقر يا كابتن. انا بقر اشتمك ليه او تجاوز حد ليه؟ انا عايز اقول حاجه في الموضوع. دي مش هتغير حاجه لان الناس خلاص. ليه موجوده لان انت حضرتك بتتكلم على شرائح مختلفه جدا من المجتمع. معلش. شرائح كبيره جدا واعمار سنيه مختلفه وفي اللي كويس وفي اللي بيتجاوز وفي اللي بيتجوز. بس الناس بتعرف ده عيب يا استاذ علاء. طبعا الناس عارفه طبعا ان عيب. طبعا مش هترد عليها. لا هترد عليها ولازم يبقى في اجراءات. ما ينفعش ان حضرتك اجراءات. شفت حضرتك عشان حد يتشتم. ما ينفعش حضرتك قلت ايه اجراءات يا فندم. الناس بتفهم ده غلط. لازم يا كابتن سيف. بس انا بقول لك هتفضل موجوده. انا بأحيي انت اول ما انا اجي سريعا اول ما اقول كلمتين سريعا عشان الوقت. عايزين نطلع فاصل. طب معلش يعني عايز اقول الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. قولهم في الفاصل. عايز اتفضل. يا فندم انت جاي تسح علينا النار. صعب مكان. احيي قفشه بشكل كبير جدا. لعيب محترم. لعيب ملتزم جدا. اداؤه في الملعب بيعكس انضباطه حتى في التويتة بتاعته. انا سعيد جدا بقفشه وبسلوكه وبانضباطه وبكلامه وتصريحاته المنضبطه جدا الراقيه جدا. فانا شايف ان هو لعيب كويس جدا. تعقيبك وكلامه تعقيبي عليه ان ده كلامه صحيح جدا. لازم الناس تفهم ده. هو نجم كبير لازم الناس يعني تقتفي بالنجوم دي وتقتضي بيهم. فهو نجم بيقول رساله للجماهير. اتمنى ان الجماهير تستوعب رساله قفشه وتستوعب رساله شريف كرامي وتستوعب رساله في بعض لعيبه راقيه جدا محترمه جدا تختلف او تتفق مع ادائها لكن راقيه جدا وبيتكلموا كلام محترم. انا بأحيي من هنا قفشه احيي من هنا شريف اكرامي لاني بقرا له كلام محترم جدا متزن عاقل حاجه محترمه جدا يعني تضيف للاعب المصري. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل من 1 لـ10 ونشوف النهارده النتيجه هتبقى كام بعد الفاصل. رجعنا تاني بقى وعمرو علاء ومن 1 لـ10. ارجع من 1 لـ10 واول سؤال هدايا ملاك النهارده وسيف. حاجه عظيمه جدا ميداليتين برونزيتين مهمين جدا اضيفوا للبعثه المصريه. هدايا ملاك دي تاني ميداليه تاخدها بعد ريو. حاجه محترمه جدا. الالعاب الفرديه لابد من الاهتمام بيها. لابد ان احنا تدي لها كم من 10؟ 10 من 10. 1000 من 10. طبعا طبعا مبروك امتياز طبعا واول غيس ميداليتين باذن الله وان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله للالعاب الناديه. انا سعيد ان هدايا ملاك لان واحده كنا بنران عليها وانا دايما بكون اي بطل بتراهن عليه وبيكسب ده معناه ان احنا عندنا ثقه في البطل ده عندنا اعداد للبطل ده صح. عندنا حلم للبطل ده. البطل ده بيخد. وبشكر اتحاد التايكوندو لانه من سنه 2000 ومن 2008 من 2008 واحنا كل دوره بناخد فيها بنحقق فيها انجاز. فانا بشكر جدا اتحاد التايكوندو. ايه رايك في دي استاذ علاء استاذ عمرو محمد صلاح. مبروك هدايا ملاك وسيف عيسى لكل نجوم بلدنا. التوفيق ما كانش التوفيق ما كانش معاهم وخرجوا من الاولمبياد. احنا معاكم وبندعبكم في اللي جاي واثقين فيكم. ده بيكلم اللي كسب وبيكلم اللي ما كسبش. اللي ما كسبش ما شاء الله كبير. ما شاء كبير الله طبعا صراحه محمد كبير. صلاح طبعا كبير. لعيب كبير ولعيب محترم لعيب عالمي وهو ده محمد صلاح اللي ننتظر منه كده. طيب سريعا بقى نتائج البعثه في الاولمبياد. نتائج كام تدي لهم كام من 10؟ النتائج البعثه كلها كام من 10 النتائج لحد 2 من 10 غدر 2 من 10 التقييم بعد نهايه الدوره. ما اقدرش احكم دلوقتي حتى لحد دلوقتي كام لحد لا ولا حتى الان ولا حتى الان ولا حتى الان نتائج المنتخب الاولمبي 5 من 10 2 من 10 اداء محمد الشناوي مع المنتخب الاولمبي 7 من 10 9 من 10 اداء حجازي 6 من 10 8 من 10 اداء الونش 9 من 10 8 برضه 8 7 من 10 تصريحات الكابتن سيد حفيظ بعد المباراه 0 من 10 10 من 10 اتهامات بعض المدربين بالتوفيق لصالح انديتهم 0 من 10 طبعا 0 من 10 واكذوبه المدربين رد عليها بقوه وبعنف وبشرف. قرار بيراميدز بالعفو عن الهاني سليمان 10 من 10
قرار متاخر بس 10 من 10. اعتماد موسيماني على مروان محسن امبارح 10 من 10. 10 من 10 طبعا. مستوى علي لطفي مع الاهلي 10 من 10. 8 من 10. انقطاع عبد الله جمعه عن معسكر الزمالك انقطاع؟ اه لا ما انقطعش ولا حاجه، هو بيتمرن لوحده. يعني اساسا المعلومه دي مش هو مزبوط. بيتمرن اصلا لوحده، بيتمرن يعني علاجي، هو عنده اصابه بيتمرن علاجي. اه يعني اساسا الموضوع ده غلط. اه انقطاع ليه؟ انقطاع مين قال انقطاع؟ معلومه مش 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 موجوده. آه. يعني هيجدد عبد الله للزمالك؟ هيجدد. هيجدد. اه كارتيرون افندم؟ شهور هيجدد. كارتيرون تديله كم من 10؟ يعني حتى الآن 8 من 10. 0 من 10 طبعا. صالح جمعة يديله كم من 10 على الأحداث الماضية؟ صالح بقاله فترة ما كانش في تمرين سيراميكا. صالح أنا عارف عرفت. يعني صالح يعني لعيب كبير جدا، ولكن تديله كام؟ اللي بيعمله في نفسه ده حرام. تديله كام؟ هديله 0 من 10. 0 من 10. شرفتونا ونورتونا. شرفتنا وسام، شرف بوجودك دايما. شكرا استاذ علاء، شرف بوجود حضرتك دايما. ربنا يخليك. بشكركم شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع الاستاذ عمرو الدرديل والاستاذ علاء عزت والفقره الاكثر جدلا. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.